صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وحديثنا الآن عن الدوري الإنجليزي، لأن الدوري الإنجليزي في الموسم اللي لسه خلصان تألق فيه في حياة الأمر عدد كبير جدا من المدربين اللي قدروا اللي هم يحققوا نجاح كويس ونتائج كويسة على مدار هذا الموسم. طبعا يعني من أهم الأسماء دي الإيطالي ديزيربي مدرب لبرايتون، والإنجليزي أدي هاو مع نيوكاسل، والعبقري جراديولا اللي فاز مع السيتي في البريمير ليج للمرة الثالثة على التوالي. لمعرفة التفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف كابتن إبراهيم هلهول مدرب الاتحاد الإنجليزي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذة بسنت، صباح الخير على حضرتك، صباح الخير يا أستاذ أحمد، تحياتي لكم من إنجلترا. صباح الفل على حضرتك وتحياتي ليكم وتحياتي للساده المشاهدين وتحيا مصر. تحيا مصر يعني دائما وابدا يعني. بس في البدايه عاوزين نعرف بقى من حضرتك ختام الدوري الانجليزي تابعته ازاي، وايه ابرز اللقطات يعني اللي في الموسم ده يعني بتتذكرها وشايف اللي هي كانت فارقه في مسيره فرق بعينها يعني. طبعا حضرتك الدوري الانجليزي يعني خلاص الموسم ده خلص، بنشوف يعني ليفربول كان للاسف ما حققش البطوله المفضله ليه او الريتشن للتشامبيونز ليج، وشفنا كمان محمد صلاح منزل تويتر بيعتذر للجماهير في كل حته في العالم. حزين جدا الامل، حزين جدا بخيبه الامل ان هم ما ريتشن او وصلوا للتشامبيونز ليج البطوله المفضله ليهم طبعا لجماهير ليفربول اساسا بسنت في مصر او في الوطن العربي او في اوروبا، وخاصه جماهير ليفربول في كل مكان. دي كانت برضو يعني نقطه كلنا كنا بنتكلم عليها، ان ليفربول السنه دي ما كانش ولا احسن، كان عندهم مشاكل كتيره، كان عندهم اصابات في بدايه الموسم، كان عندهم مشاكل جوارديولا سوري عايز اقول لحضرتك كمان ان بدأوا يشتغلوا على حتة ان هم بدري يلموا نفسهم ويجيبوا لعيبة للموسم اللي هو 2024. طبعا في كمان كان في لقطة انا شايفها ان هي ما كانتش موجودة يا استاذة بسنت، لقطة ما كانتش يعني المفروض كانت تبقى باينة في الدوري الانجليزي بقيمته وبعرجة الدوري الانجليزي. طبعا ان هي مباراة ارسنال وليفربول، كان في اللاين مان لما ضرب أندي روبنسون لاعب ليفربول بالكوع، كانت يعني ضربة يعني أو كانت لقطة من اللاين مان اسمه كوستانتيني، ده يعني كانت لقطة مش أحسن حاجة. طبعا طبعا الاتحاد الإنجليزي حاول إن هم يعني يلفت نظر، وطبعا في عقاب لللاين مان كوستانتين. دي برضو شفناها يعني كانت لقطة مش كويسة مع وجود برضو فرق نزلت في الدرجه الادنى للتشامبيونز ليج زي ليستر سيتي، زي ليدز يونايتد، طبعا ساوثهامبتون. الثلاث فرق دول من فرق عريقه للاسف يعني تم نزولهم الى الادنى للتشامبيونشيب للسنه الجايه ان شاء الله. طب انت رايك ايه في النجاح اللي عمله ديزيربي مع برايتون؟ طبعا ديزيربي مدرب جاء انتشل برايتون. برايتون مدينه جميله جدا، مدينه ساحليه جماهيرها عاشقه لكره القدم. المدرب الايطالي مدرب عنده 43 سنه، خلصوا الدوري السنه دي في المركز السادس ب 62 نقطه، وكمان يعني في نصيب لهم ان هم السنه دي يلعبوا في بطوله اوروبا لاول مره. نعم. وعايز اقول لحضرتك كمان اللي فيها استاذ احمد هينضم لهم يعني مفاجاه كبيره جدا، نجم ليفربول ميلنر عنده كام سنه؟ 37 سنه. نعم. هيكون لاعب في صفوف برايتون في الموسم القادم ان شاء الله. عايز نقول للعيبه اللي بتبقى عندها 32 و33 سنه، يعني انت النهارده لعيب عنده 37 سنه لسه بيبدا مسيره جديده في نادي جديد، ويبتدي ان هو هيلم الفرقه ويبتدي ان هم يبقى عندهم طموح ان هم ينافسوا وياخدوا البطوله الاوروبيه. بمناسبه الطموح يا كابتن ابراهيم، شايف ان برايتون يعني مع ديزيربي قادر على المنافسه بشكل قوي في الموسم المقبل؟ بالظبط استاذ احمد، ديزيربي بقول لحضرتك مدرب يعني بيعامل اللعيبه ان هو يعني صديق لهم، 43 سنه قريب منهم جدا، بيحاول ان هم عندهم تارجت الناس المسؤوله عن النادي ان هم ينافسوا السنه اللي جايه ان شاء الله على يعني ياخدوا البطوله
وده حصل مع ليستر سيتي قبل كده في 2015 2016 كمان بن 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 كمان عندنا نيوكاسل لو نفتكر السنه اللي فاتت كان بينافس على الهبوط، السنه دي النهارده هو في تشامبيونز ليج نيوكاسل مع ايدي هاو. يعني كره القدم في انجلترا صعبه جدا وقويه جدا، الدوري الانجليزي استاذ احمد مش سهل خالص صحيح. بدليل النادي زي ليستر وساوثهامبتون وليدز نزلوا تشامبيونز ليج في الـ في الـ في, في القاع يعني. طيب وشايف ازاي كمان النجاحات اللي حققها اوناي امري مع استون فيلا، خصوصا ان الفريق كان يعني بيعاني خليني اقول في الجدول او جدول الترتيب الدوري قبل مجيء الاسباني؟ بالظبط، اوناي امري 51 سنه مدرب استلم المهمه استاذه بسنت. يعني كان الموضوع كان صعب جدا، كده كانت بتعاني. عايز اقول لحضرتك ان امري يعني ما شاء الله 900 مباراه في مسيرته التدريبيه، 900 مباراه 51 سنه، يعني راجل عنده من الخبرات يعني حاجه طبعاً. عاليه جدا. طبعا وصل مع استون فيلا للكونفرنس ليج، ودي بطوله يعني بطوله قويه جدا. استون فيلا كان بينافسوا زي ما قلت لحضرتك على الهبوط وكان عندهم مشاكل، ولكن امري ضخ دماء جديده، لم الفرقه، كان عندهم تارجت ان هم يكونوا موجودين، وده اثر يعني الفرق دي اثرت على ليفربول نيوكاسل استون فيلا برايتون لما اشتغلوا كويس، والمدربين اشتغلت وحاولوا ان هم يكونوا موجودين في المربع وحققوا ماتشات وعملوا مباريات قويه جدا. من هنا كان في مشاكل لليفربول، كان من هنا كان في مشاكل لارسنال، من هنا كان في مشاكل لمان يونايتد. الفرقه دي طالعه من تحت، ضخوا فلوس قويه جدا، جابوا لعيبه، جابوا مدربين شباب اشتغلوا، ومن هنا وصلوا اللي هم التوب فور او التوب فايف. طيب كابتن ابراهيم، يعني حضرتك بتتكلم عن المان يونايتد، ويمكن شفنا النهائي مان سيتي مع المان يونايتد، شايف النهائي ده ازاي؟ وهل شايف ان بيب جوارديولا قادر على يعني الاستمرار مع مانشستر سيتي تحديدا في الموسم الجديد ويعني المنافسه بشكل افضل؟ عايز اقول لحضرتك بيب جوارديولا ده غير كره القدم في العالم كلها يا استاذ احمد. صحيح. طبعا راح اتدرب اشتغل في برشلونه وباير ومان سيتي من 2016، اتكلم في 6 7 سنوات، يعني بنتكلم في 14 بطوله في مسيرته، وفاز بالثلاثيه في 2018 2019. الموسم ده جاب 89 نقطه. الراجل ده متعنا، الراجل ده بدا خلى الانجليز اللي هم اللي اخترعوا كره القدم، كانوا زمان يا استاذ احمد يلعبوا كره، غير مفاهيم اللعبه حتى. برافو عليك ما شاء الله. يس، ان هو النهارده بدا يلعب من تحت اللي هي بلاي فروم ذا باك. حتى احنا كمان عندنا في الانديه هنا، انا كمدرب ببص عليه وببقى قريب منه جدا، ان هو بيلعب من تحت اللي هو باس 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 باس، ان هو مش ياخد الكوره ان هو يديها، لا بتدي الكوره من يبدا من حارس المرمى يديها لزميل، من زميل لزميل، من زميل لزميل. كل الفرقه دلوقتي، كل المدربين بتشتغل الحته اللي هي بتلعب من تحت، نبدا من تحت اللي اسمها ستارت فروم ذا باك. الراجل دوت انا شايف المباراه يعني هتبقى صعبه جدا. الفاينل عنده اكتر من 10 لعيبه مصابين، ولكن عنده لعيبه في السكواد بتاعه، سكوت كاسن ده حارس مرمى عظيم جدا، كان ليا الشرف ان انا طلعت ودربت في نادي سيلتيك، وكان هو سكوت كاسن اللي موجود كان موجود هناك. ووكا، جونز، روبن دايس، سيرجيو جوميز، جاك جريليش. انا افتكر مباراه مان سيتي ومان سيتي مع ريال مدريد، المباراه دي جاك جريليش كان شغال ما شاء الله في كابتن. يعني عايزاك تكلمنا كمان عن ادي هاو مدرب يعني نيوكاسل يونايتد، هل الفريق قادر انه يظل يمكن بنفس المستوى الموسم الجاي؟ طيب ده سؤال جميل جدا. ادي هاو المدرب يعني عنده حاجه و40 سنه برضه، لو نلاحظ يا استاذه بسنت استاذ احمد، المدربين كلهم بنتكلم من 40 ل 50 سنه، مدربين في عز شبابهم، مدربين قويين جدا، مدربين بيشتغلوا من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 8 بالليل في النادي، تمرينات فول تايم فوتبول، هي دي الثقافه.
هي دي السيستم الاحترافي اللي بيخلي الدوري الانجليزي له طعم، ان المدربين بيبقوا متفرغين لكره القدم ديديكيتد، يعني في تفاني للي هم بيعملوه. اكيد بالظبط كده، بيبقى خلاص بيروح من الصبح. من انا عارف ان في مدربين بيروح من 6:30 الصبح، 6 الصبح بيخش النادي قبل التمرين او قبل الاجتماع ب1:30، بيبقى عندهم الساعه 8 الصبح. اللعيبه كلها اللي بتلعب في البريمير ليج دي بيلعبوا حاجه اسمها فول تايم فوتبول، ما عندهمش حاجه ثانيه الا كره القدم، عشان كده بيمتعونا، عشان كده الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم. ايدي هاو جاء السنه اللي فاتت اخذ نيوكاسل من تحت خالص، نيوكاسل كان هينزل للتشامبيونز تحت اللي هي التشامبيونز ليج او التشامبيون شيب. نعم. يعني في الحقيقه كابتن ابراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الانجليزي، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله من انجلترا، ويعني بنتمنى ان احنا نشوف موسم اكثر منافسه في الدوري الانجليزي.